الطفل ما عنده الحصيلة اللغوية أو الكم اللغوي لحد الحين ما تعلم كلمات معينة للتعبير عن المشاعر اللي عنده، فتظهر بعض السلوكيات على الأطفال تدل أن هذا الطفل رافض للواقع اللي هو عايش فيه أو في شيء في الحياة مو عاجبه. واحدة من الأشياء الخوف من الصوت المرتفع، لما تلاقي طفل يخاف من الصوت العالي وتلاقيه يسكر أذونه بشكل مبالغ فيه ويقعد بزاوية ويخاف لما يسمع صوت التلفزيون عالي أو صوت أغنية عالية أو أي صوت عالي، نعرف أن فيه عنده مشكلة. قد تكون هذه المشكلة كثرة الصراخ بين الأبوين، لكن هو ما يعرف يقول ترى أنا أمي وأبوي يصرخون وايد، فبالتالي لما يصرخون يتهاوشون وأنا أخاف، لما يتهاوشون يتطاققون مع بعض أنا أخاف فأقعد بزاوية. تلاقيه هو يعبر نفس الطريقة، يعتقد أنه مجرد ما يسمع صوت عالي صار عنده ربط، صوت عالي راح تصير عقبة هوشة ويتهاوشون مع بعض الأم والأب، فلذلك تلاقيه خايف. واحدة من السلوكيات الثانية اللي الطفل ما يعبر عنها بالكلام هي التبول اللا إرادي. طفل صار عمره عدى مرحلة الحفاظة، صار عمره 5-6 سنوات 10 سنوات بعضهم أكبر شوية، يرجع يتبول لا إراديا أو تبول ليلي يصير عنده. طبعا بعد الفحص الجهاز التناسلي عند هذا الطفل يتأكدون أنه ما في شيء من الناحية العضوية، على طول لازم نبحث في الأسرة شنو في عنده خلل معين قاعد يصير في البيت ومو قادر هو يعبر عنه بالكلام، قاعد يعبر عنه عن طريق التبول اللا إرادي. شغلة ثالثة من الأعراض هو اللعب مع الدمى والطريقة عدوانية. تلاقي ولدك مو هو اللي انت متعود عليه، يمسك ألعاب ويعاملها بطريقة عدوانية أو يمارس معاها أشياء غريبة انت مو متعود تشوفه يمارس هالأشياء. ممكن في احتمال كبير أن هذا الطفل تم ممارسة نفس الأسلوب اللي قاعد يمارسه على هذه الدمى، تم ممارسته معاه من غير ما انت تعلم، فلذلك لازم نتأكد. اليوم ما يصير، يعني قبل الناس عندهم حسن نية مبالغ فيه شوية، ناس بسيطة ما عندها تفكير شوية أبعد من يعني الحين، فتلاقي يأمنون في كل الناس اللي حواليهم. اليوم لا، نصيحتي أنا الشخصية يا جماعة لا نخلي عيالنا مع أي أحد، لا نخلي عيالنا في كل مكان، خاصة الأطفال اللي ما عندهم القدرة على التعبير اللفظي، ما يصير نخليهم في كل مكان. حتى يعني أنا أتكلم عن غفلة بو 5 دقائق بو 10 دقائق، أنت في زوارة بالبيت العود أو أنت بزوارة بالبيت العود، لا تخلي الطفل يغيب عنك أو عن نظرك. مع الأطفال قدامكم أوكي، لكن لا يروح مع أحد في غرفة معزولة أو لا يختفي عن عينك مدة أكثر من 5 دقائق. دائما ابحث عنه، دائما اسأل عنه، دائما حسس الطفل في الأمان، عشان لو تعرض إلى أي مشكلة يجي يقول لك من غير ما يخاف أنه يقول لك ولو قال لك شيء. يا جماعة من أسوأ الأشياء اللي نواجهها أن الطفل مجرد ما يشتكي لأمه أو أبوه، ما أكثر الناس يأمن فيهم، يلاقي العقوبة منهم، فهو يكون انظلم من الغير وكذلك يكون انظلم من الأم والأب لما يشتكي لهم على الغير. فنكون حضن دافئ لأبنائنا ونستقبل منهم كل الشكاوى اللي هما يلجؤوا لنا.